بما اني لسه واكل لحمه فقلت اتكلم شويه عن النقرس. واوعى حد ياكل لحمه عشان النقرس ما عدا انا بس. الموضوع مربوط ببعضه، مربوط ببعضه، عشان كده كانوا يسموا اللحوم بما انها غاليه شويه اليومين دول فمش لازم نتكلم عنها، او يسموا النقرس داء الملوك. وخلي بالكم ملوش علاقه باللحوم بس، انا بهزر، ده ليه علاقه اكتر بالبقوليات والفول والعدس. يا ربي ده احنا ليل نهار بناكل فول يا دكتور. كثره الحاجات دي بيطلع يعني من تمثيله الغذائي او احد الاند برودكتس بتاعته او المنتجات النهائيه بتاعته يوريك اسيد او حمض اليوريك. وحمض اليوريك ساعات بيترسب في المفاصل بالذات لو فيها التهاب، وغالبا بيترسب في المفصل بتاع الصباع الرجل الكبير او في الكعب بتاع الرجل، فيبدا العيان او الانسان يحس بزي مسمار في صباع رجله الكبير او زي دبوس او ابره او مسمار في كعب رجله، ويجي يشتكي لك منه: يا دكتور انا بمشي على رجلي بحس زي ما اكون دايس على مسمار في كعب رجلي او على مسمار في صباع رجلي الكبير، ممكن في الرجلين الاثنين او في الرجل اللي فيها التهاب اكتر او بيسند عليها اكتر او بيحمل عليها وهو واقف اكتر غالبا. وساعتها لو حللت يوريك اسيد او حتى من غير ما تحلل لو سالته هيقول لك انا طبعا كل يوم بفطر شويه فول وطعميه ومش عارف ايه وعدس، يعني هتلاقي فيه بقوليات في حياته كتير او لحوم في حياته كتير حمراء، لحمه حمراء. وساعتها تديله اربع حلول، ودي الحلول اللي اقترحها العلماء لتقليل اليوريك اسيد. اولا قلل الكميه بتاعت الانتيك، قلل العدس والبقوليات والفول والطعميه واللحوم. رقم اتنين دوب اليوريك اسيد، خليه ينزل في البول يدوب بدل ما يعمل لك حصوات بعد كده. اشرب ميه كتير 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 على قد ما تقدر، واشرب مشروبات بتساعد في تدويب اليوريك اسيد زي البقدونس والشعير المغلي والحلفه بر، بتوسع الحالب وتنزل املاح اليوريك اسيد. رقم تلاتة حاول على قد ما تقدر ما تعرقش جامد، وفي نفس الوقت يبقى شربك للميه قليل. في الصيف عرقان 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 فقدت ميه، الدم بيبقى مركز، البول بيبقى مركز، ساعتها ممكن الاملاح دي تتجمع مع بعض تعمل لك زلطايا صغننه او حصوايا صغننه. ورابع حاجه واخر حاجه حاول تتحرك كتير، لان بدايه ترسب اليوريك اسيد في المفاصل هو التهاب المفصل، فلو في دم بيتحرك ودوره دمويه بيتحرك مش هيترسب. قلل اللحمه والبقوليات والعدس، اشرب ميه كتير، اتحرك كتير، عالج لو في اي مشكلة تانية او حصوات، اشرب المشروبات الطبيعية زي البقدونس والشعير والحلفة بر والحاجات الطبيعية، وشرب المية الكتير، قلل الزنسين زي الشاي الاحمر والقهوة الكتير والبن الكتير والنسكافيه الكتير، لان دي بتساعد في الموضوع ده. اتمنى تستفيدوا من المعلومة دي وتشيروها لكل حد عنده نقرس، وهنعمل لكم حلقة تانية مفصلة عن اليوريك اسيد. نردد ورا الاذان بقى عشان النبي قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي لعبد إلا لعبد، وأرجو من الله أن أكون أنا هو. نردد ورا الأذان وبعدين نقول الدعاء. جزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.